بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج نموذجا لفرض أو اختبار من اختبارات الفصل الثاني للسنة الأولى من التعليم المتوسط، وبدون إطالة مع هذا النموذج في وضعيته الأولى، هذا نصها يقول: أجب بصحيح أو خطأ على الجمل التالية بدون تصحيح الخطأ. الجملة الأولى يقول بأن الوحدة الدولية لقياس الحجم في هي سنتيمتر المكعب. إذن فهذه العبارة لا شك أنكم تعرفتم عليها بأنها خاطئة. إذا أردنا أن نصحح، هو قال بدون خطأ، إذا أردنا أن نصحح فالوحدة الدولية لقياس الحجم هي المتر المكعب أو اللتر. العبارة الثانية: الكثافة دي هي مقدار فيزيائي ليس لها وحدة قياس. هذه العبارة صحيحة. لماذا؟ لأن الكثافة ما هي إلا حاصل قسمة كتلة الجسم، الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للماء، وبالتالي كتلة الحجمية على كتلة حجمية، يعني تختزل الوحدات مع بعضها وتبقى هي مجرد نسبة. ثالثا: لقياس كتلة الحجمية رو لجسم ما، نقوم بقسمة حجم ذلك الجسم على كتلته. هذه العبارة خاطئة، لأن العكس هو الصحيح، أي نقسم كتلة ذلك الجسم على حجمه. في النموذج الحبيبي تكون حبيبات المادة غير متماثلة في الجسم الواحد، هذا غير صحيح. الجسم النقي تكون حبيباته متماثلة. نمر إلى الوضعية الثانية، يقول: حول المقادير الفيزيائية التالية. إذن نحول من رتبة إلى أخرى. المقدار الأول معطى بالديسيمتر ويطلب منا أن نحوله إلى الديكامتر. هنا نلاحظ بأن الكيلومتر هو أكبر من الديكامتر بأربع مراتب، يعني لما ننتقل من الديسي، معذرة، من الديسيمتر، من الديسيمتر نمر إلى المتر، من المتر إلى الديكامتر، من الديكامتر إلى الهكتومتر، من الهكتومتر إلى الكيلومتر. إذن نقسم على الناتج على 1000، يعني هذا المقدار 98.6 نقسم على 10000، معذرة، لأنه قلنا أكبر منه بأربعة مراتب. المقدار الذي يليه 5.7 ديكامتر، كم فيها ديكاغرام، كم فيها من جرام. هنا العملية عكس الأولى، يعني لاحظ بأن رتبة الديكاغرام هي أكبر من الميليغرام بعشرة آلاف مرة، يعني هناك بينها أربع رتب، من الميليغرام إلى السنتيغرام إلى الديسيغرام إلى الجرام إلى الديكاغرام، بمعنى 5.7 ضرب 10000 نجد الناتج 57000 ميلي جرام. القيمة الثالثة لدينا 3 طن نحولها إلى الكيلوغرام. نعلم أن القنطار فيه 100 كيلوغرام والطن فيه 1000 كيلوغرام، بمعنى الطن أكبر من القنطار بألف من الكيلوغرام بألف مرة، معناها المقدار 3 تي نضربه في 1000 نحصل على 3000 كيلوغرام. المقدار الرابع 47 متر، كم فيها من مليمتر. إذن هنا المتر أكبر بثلاث رتب من المليمتر، يعني من المليمتر إلى السنتيمتر، من السنتيمتر إلى الديسيمتر، من الديسيمتر إلى المتر، أو العكس. فبالتالي نضرب في 1000، لما نحول من الرتبة العليا إلى الرتبة السفلى نقوم بعملية الضرب، نضرب 47 في 1000 تعطينا 47000 ميلي متر. الميلي لتر والسنتيمتر مكعب هما مقداران متكافئان، يعني 412 ميلي لتر ما هي إلا 412 سنتيمتر مكعب. السنتيمتر مكعب هو الميلي لتر نفسه. نفس الشيء بالنسبة للمقدار المتبقي، 56 لتر هو نفسه 56 ديسيمتر مكعب، لأن اللتر يساوي الديسيمتر المكعب. نمر إلى الوضعية الموالية، الوضعية الثالثة. يقول: صنف الأجسام التالية في الجدول التالي من حيث حالتها الفيزيائية. الحمم البركانية
السحب، مسحور النحاس، العطر، قرص الأسبرين، مبيد الحشرات، القماش، التراب. إذن لدينا قرص الأسبرين في الأجسام الصلباء، القماش كذلك في الأجسام الصلباء، التراب كذلك في الأجسام الصلباء. بالنسبة للسوائل، مبيد الحشرات هو محول إلى حالة سائلة بالضغط والتبريد، العطر كذلك هو منحل في أو مذاب في سائل الكحول. بعده مصهور النحاس، أيضا هو جسم في حالة سائلة بالتسخين. ثم ربما نسينا الحمام البركانية، أيضا نضيف الحمام البركانية إلى الأجسام السائلة. والسحب، هنا السحب أيضا تدرج في الحالة السائلة وليست الحالة الغازية، يعني ما دامت السحب وصلت إلى درجة التكاثف ودرجة الرؤية، يعني صارت مرئية، فهذا يدل على أنها تحولت من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. فقط أنها هذه الجزيئات السائلة هي في غاية الخفة، لذا تكون في الجو. نمر إلى التكملة الوضعية الموالية. يقول هنا في السؤال: أعد الرسومات ثم مثل السطح الحر للماء في حالة الراحة أو الاستقرار في الوضعية التالية. يعني هنا لدينا إناء بيشر في وضعية أفقية، كأس ذو قدم في وضعية مائلة، أنبوب على شكل حرف إي في وضعية مائلة. يقول أعد الرسم ثم مثل السطح الحر للماء. السطح الحر للماء في الإناء الأفقي يكون بهذه الكيفية، في الإناء المائل يكون بنفس الكيفية، وفي الإي هذا كذلك يكون بهذه الكيفية. لاحظ بأن الماء مهما تغيرت وضعية الإناء إلا أنه يحافظ على مستوى الأفقي. ما الخاصية التي أردنا أن إظهارها بهذه الرسومات فيما يتعلق بالسطح الحر؟ إذن هي خاصية الاستواء الأفقي للسطح الحر للسائل الساكن أو المستقر، يعني هو دوما يأخذ الوضعية الأفقية. نمر إلى الوضعية الرابعة. يقول نقوم بإدخال جسم صلب مكعب الشكل وغير قابل للانحلال في الماء داخل بيشر مدرج بوحدة المليلتر لقياس حجمه، فارتفع السطح الحر للماء إلى تدريجة أعلى كما هو مبين في الوثيقة 1. المطلب الأول يقول احسب حجم هذا المكعب. إذن لكي نحسب حجم المكعب، ما الذي يجب فعله؟ أولا لدينا حجم المكعب، نطبق عليه هذه المعطيات أو هذه العلاقة. أولا نعين حجم الماء لوحده، يعني حينما كان الماء في البيشر أو في الإناء المدرج، نقرأ أي تدريجة يقف عندها سطح الماء. إذن وجدنا أن V1 يساوي 500 ميلي لتر، هذا حجم الماء. ثم نلاحظ أن عندما وضعنا الجسم المكعب في الماء ارتفع مستوى سطح الماء من القراءة 500 إلى القراءة 800. لاحظ جيدا، صار مستوى الماء عند العلامة 800. إذن فهذا حجم الماء والمكعب معا، V2 يساوي 800 ميلي لتر. إذن الآن نحسب حجم المكعب. حجم المكعب هو V2 ناقص V1، أي 800 ناقص 500، ونجد حجم المكعب V يساوي 300 سنتيمتر مكعب. قال كيف يجب أن ننظر، المطلب الثاني، كيف يجب أن ننظر إلى التدريج التي يقف عندها سطح الماء لكي تكون القراءة صحيحة. إذا قلنا لكي تكون القراءة صحيحة على الأواني المدرجة أو على أي وسيلة للقياس المباشر، يجب أن يكون مستوى النظر متطابقا مع مستوى السطح الحر للسائل في هذه الحالة. يعني لا ينبغي أن يكون مستوى النظر أسفل مستوى سطح الماء،
ولا أعلاه. في الحالتين ستكون القراءة خاطئة. إذن لكي تكون القراءة صحيحة يجب أن يكون خط النظر أو مستوى النظر متطابقا مع سطح السائل أو السطح الحر للسائل. كيف نسمي هذه الطريقة لقياس حجم المكعب؟ أولا، هذه الطريقة التي تم بها قياس حجم المكعب تسمى قياسا مباشرا بطريقة الغمر، يعني غمرنا المكعب في الماء لنعرف كم أو لنقيس أو لنجد حجمه. رابعا، فسر لماذا هذا الجسم يغوص داخل الماء ولا يطفو. إذن فغوص هذا الجسم في الماء يدل على أن كتلته الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للماء، أي أن كثافته أكبر من الواحد. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.